صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا بينا النهارده نحل التمارين دي مع بعض. عندنا في التمرين بيقول لنا اختر الحرف المناسب للصوره. عندنا اول صوره، دي صوره ايه؟ رمل. طب الرمل ده اصحاب حرف ايه؟ راء ولا الف ولا جيم؟ بنقول ايه؟ راء رمل. هنعمل دائره على حرف الراء. طب الصورة دي صورة ايه؟ زرافة. الزرافة اصحاب حرف ايه؟ الراء ولا زاي ولا ثاء؟ اصحاب حرف زاي. نعمل دائرة. ديك اصحاب حرف ايه؟ دال زال راء. اصحاب حرف الدال، دال ديك. زيل اصحاب حرف ايه؟ راء ذال زاي. بنقول ايه؟ ذال زين. هنا عندنا ظرف. الظرف ده بيتكتب حرف ايه؟ ظ ط سين. ظ ظرف. ودي ايه؟ طائره. اصحاب حرف ايه؟ ط صاد سين. طائرة. عندنا شجرة. أصحاب حرف إيه؟ سين صاد شين. شين شجرة. عندنا هنا سمكة. أصحاب حرف إيه؟ سين صاد شين. سين سمكة. عندنا هنا صقر. أصحاب حرف إيه؟ صاد ضاد سين. صاد صقر. عندنا هنا ضابط. اصحاب حرف ايه؟ طاء ظ ضاد. ضاد ضابط. هنا عندنا سورة سلحفاة. اصحاب حرف ايه؟ باء سين جيم. سين سلحفاة. نكتب حرف السين ازاي؟ طبق صغير طبق صغير ماسك في ايده، طبق كبير نازل بيشرب من البحر وطالع. سورة هنا ايه؟ نحلة. اصحاب حرف ايه؟ نون تاء حاء. نون نحلة. سنة صغننة على السطر وطبقها نازل تحت السطر جواها نقطة. دي سورة ايه؟ كلب. اصحاب حرف ايه؟ حاء كاف ياء. كاف كلب. انزل انزل لحد السطر وطبقها نازل على السطر جواها كاف صغيره. سورة ايه؟ ضف ضع. اصحاب حرف ايه؟ صاد واو ضاد. ضاد ضف ضع. اطلع فوق اعمل قبه انشأ فينها اعمل سنه طبقها نازل تحت السطر وفوقيها نقطه. وكده نكون خلصنا. باي باي.